نسينا الصور. شفتي بقى؟ الصورة اللي بعدها. كابتن مصطفى يونس. أيوة. معاك ولا عليك؟ ولا معايا ولا عليا. يعني ليه مني كل الاحترام والتقدير ككابتن سابق للنادي بتشوفه الأهلي. ازاي؟ بشوفه ككابتن للنادي الأهلي. ما اقدرش اقول غير كده لانه لبس تيشيرت النادي حقق بطولات، واحنا انا قلت لك من شويه مش هاخر كلامي، احنا جيل مكمل لاجيال نجحت، فاحنا جينا كملنا مسيره واللي بعدينا. ده هاجمته قبل كده؟ هاجمته عشان قال عني كلام انا ما قلتهوش، ما اعرفش جابه منين، ما اعرفش. بس انا برضو ما انا سهل. انهي كلام؟ بص اقول لك على انهي كلام؟ هو انا مش سهل اقول كلام قاسي والجمهور يبقى معايا دلوقتي، انا ما عملتش كده، مش انا. انهي كلام اللي قاله عليك؟ لما قال عليك ان انت قلت كلام على كابتن سيد عبد الحفيظ؟ سيد اقول لك على سر. ما هو ما حصلش ليه؟ عارفه ما بيني وبين سيد كام عماره؟ انا هنا وسيد هنا. ابني وابن سيد عبد الحفيظ بقالهم اكتر من 10 سنين مع بعض في كلاس واحد. متخيله الاسم اللي اختاره؟ انا هجيب اسمه، انت فاهم حاجه؟ يعني اختار اي اسم تاني اوكي. لكن احنا في شهر كريم مسامحه يعني عادي، لان سيد راقي. وانا راقي معاه وهو راقي معايا جدا. سيد نضيف. ابنك بيلعب كوره؟ لا مش بيحب الكوره. ما بيحبش الكوره؟ مؤخرا بقى يحبها، بقى يطلب مني عايز يروح ماتشات. وابن كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيلعب في النادي. كان بيلعب في نادي ودلوقتي بطل؟ مش عارف والله، اعتقد بيلعب. يعني بس هم مع بعض كل يوم الاولاد، يعني كل هم صحاب قوي. ما يسيبوش بعض وحياة ربنا. فاهمة ليه؟ فكابتن مصطفى انا مسامحك على اللي انت قلته قبل كده، بس انت بالنسبة لي هل في ممكن بعض في يوم من الايام ترفع علم نادي الزمالك؟ لاي سبب من الاسباب؟ لما ادخل مستشفى المجانين احترم نادي الزمالك واقدره واقدر جماهيره، لكن انا اهلاوي اهلاوي معجون حتى بترول. لو هو بيلاعب نادي من دوله اخرى؟ لو بصي هكلمك شادي بيعمل ايه بالامانه، واعتقد ان انا الحوار معاكي بكلمك بمنتهى الامانه جدا. شادي لو بينافس النادي الاهلي في افريقيا لا مش هشجعه. مش هشجع نادي الزمالك حتى لو بينافس نادي تاني في افريقيا؟ لو الاهلي مش موجود هشجعه. يعني لو هو راح الكونفدراليه دلوقتي هشجع نادي الزمالك، لو بيلعب ماتشات عادي اتفرج عليه. عشان كده هاجمت كابتن مصطفى يونس؟ ليه؟ هو 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 بصي انت ما تاخدنيش في القصه دي، علشان هو يروح يشتغل في نادي الزمالك يمسك علم نادي الزمالك، انا مالي؟ ده رايي. هاجمته ليه؟ عشان دي حاجه مش طبيعيه. انت كابتن النادي الاهلي. اسمك محفور بحروف من ذهب جوه النادي الاهلي. كنت من اللعيبه الكبيره يعني اللي بنتعلم منها. فانا صغير اعدل عليك وانا اصغر منك في السن؟ ما بحبش ده. فشايف ان ما كانش ينفع. الكبير ليه احترامه وتنتقده في الغرف المغلقه مش على الشاشه. لكن اللي عمله من وجهه نظري ما اعرفش، وجهه نظري انا عشان بتكلم معاكي بامانه، لا كابتن النادي الاهلي ما يعملش كده.